طارق يحيى. هو طارق يحيى هو في افضل من طارق يحيى، تمام، كمدير فني، كان هو ماسك الزمالك فتره، تمام، هو افضل منه وابوه من سليمان، تمام، ان هو بس يعني ايه اللعيبه حبيته شويه، دخل في اللعيبه سنه برضه قريب من اللعيبه، فهو عمل برضه طفره في النادي الزمالك، هو خسر نهائي دوري ابطال افريقيا السنه اللي كان ماسك، بس هو يعني هو الحق اللي هو يمسك ده. سلاف مش هيكمل اصلا ايا كان حتى مين بيجي، مش هيكمل عشان رئيس نادي اصلا كله معلش زباله يعني انت... هو مش فاهم اي حاجه، هو الناس اللي بتلعب يعني واحد بيلعب مش واحد بيتكلم خلاص، فمرتضى بيتكلم بس يعني يطلع شتايم بتاع، لكن الفريق كله ما بيلعبش. هو كويس في الوقت الحالي ان هو يبقى مرحله انتقاليه بدل نفسه، ان هو يقدر يعني فاهم فاهم دماغ اللاعب المصري، وهيقدر يأقلم الدنيا شويه عن ناسه، لان ناسه باين ان هو اصلا يعني طريقه لعبه مش كويس، وده اللي ظهر في الماتش الاخير، في الماتش اللي هم خسروه 1-0. والله كابتن طارق يحيى مدرب كويس وكل حاجه، بس المشكله مش مشكله ولا مجلس اداره ولا رئيس نادي ولا مدرب ولا لعيبه، المشكله مشكله رئيس نادي بس. عندنا في النادي الاهلي يعني مهندس محمود طارق ما بيتدخلش في اي حاجه، بس كان مستشار مرتضى منصور بيتدخل في كل حاجه، وده اللي خلى الزمالك وحش يعني.